بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد ومع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية لتلاميذ الطوري الثانوي. اليوم مع درس من دروس البلاغة، وهو من الدروس المهمة لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي جميع الشعب، وكذلك من الدروس المهمة لتلاميذ السنة الأولى ثانوي جذع مشترك أدب، ألا وهو درس المجاز المرسل، وهو من دروس البلاغة. إذن اليوم سنتعرف على المجاز المرسل، كيف أفرق بين هذا النوع من المجاز وباقي الصور البيانية، كذلك ما هي أهم علاقات المجاز المرسل. إذا نبدأ أولا بتقسيم الكلام باعتبار الحقيقة والمجاز. إذا الكلام باعتبار الحقيقة والمجاز يقسمه علماء البلاغة إلى نوعين، التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. إذا الكلام إما أن يكون على الحقيقة أو يكون على المجاز. فمتى يكون التعبير حقيقيا؟ إذا يكون التعبير حقيقيا عندما تستخدم الألفاظ في معانيها الحقيقية بلا خيال. إذا هنا الكلام يستخدم على الحقيقة دون خيال أو مجاز، مثل قولنا أبي كريم في الربيع تتفتح الأزهار. إذن هذا الكلام حقيقي، لا يوجد فيه أي مجاز أو أي خيال. فعندما أقول أبي كريم فهنا أتحدث بالحقيقة بالتعبير الحقيقي. كذلك عندما أقول في الربيع تتفتح الأزهار، إذن الكلام هنا حقيقي لأنه حقيقة في الربيع تتفتح الأزهار. إذن هذا الكلام كلام حقيقي. ويوجد أيضا الكلام المجازي أو التعبير المجازي، والتعبير المجازي هو عكس التعبير الحقيقي. إذا كان الحقيقة لا يستعمل فيها الخيال والمجاز، فإن التعبير المجازي يستعمل فيه الخيال. فالمجاز من الناحية اللغوية هو التجاوز والتعدي، تجاوز الحقيقة إلى الخيال والمجاز، لذلك سمي مجازا لأننا نتعدى الحقيقة، نتجاوز الحقيقة إلى الخيال. فالمجاز لغة تعني التجاوز والتعدي، وفي الاصطلاح هو الكلام أو التعبير الذي تستخدم فيه الألفاظ في غير معانيها الحقيقية لعلاقة المشابهة أو غيرها. إذن التعبير المجازي عندما نستخدم الألفاظ في غير معانيها الحقيقية، إذن نخرج من الحقيقة إلى الخيال. وهنا تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي علاقة المشابهة كما هو الحال في الاستعارة، أو غير المشابهة كما هو في الأنواع الأخرى من المجاز. ومثال ذلك في قولنا في الربيع تبتسم الأزهار وفي الشتاء تبكي السماء. إذن هنا استعملنا المجاز، ويظهر ذلك في قولنا تبتسم الأزهار، فالأزهار لا تبتسم، وهنا انتقلنا من الحقيقة إلى المجاز، أو تجاوزنا الحقيقة إلى المجاز. كذلك في قولنا تبكي السماء، فالسماء لا تبكي، وهنا استعملنا الكلام على غير الحقيقة لعلاقة معينة كما هو واضح في هذا المثال. ثم بالنسبة للمجاز، المجاز ينقسم إلى قسمين. إذا تعرفنا على مفهوم التعبير المجازي، الآن نتعرف على أقسام المجاز بشكل عام. إذا المجاز ينقسم إلى قسمين، المجاز اللغوي والمجاز العقلي. إذا المجاز اللغوي يقع في اللفظ، لذلك سمي لغويا، أي يقع في الكلمات، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أي استعمال الكلمة في غير ما وضع لها، أي في غير ما وضع لها في الحقيقة. والمجاز اللغوي على قسمين، القسم الأول هو الاستعارة، والقسم الثاني هو المجاز المرسل. إذن أنواع المجاز اللغوي هي الاستعارة والمجاز المرسل، فالاستعارة تقع في اللفظ، وكذلك المجاز المرسل يقع في اللفظ، لذلك سمي مجازا، أو هو ينتمي إلى المجاز اللغوي. أما القسم الثاني من المجاز فهو المجاز العقلي، والمجاز العقلي لا يقع في اللفظ، وإنما يجري في الإسناد، أي بين المسند والمسند إليه، أي إسناد الفعل أو ما في معناه
لغير فاعله الحقيقي، بمعنى أن يكون الإسناد إلى غير من هو له في الحقيقة، وهذا الإسناد المجازي يسمى بالمجازي العقلي، وسمي كذلك لأنه يدرك بالعقل. إذن هذا بالنسبة لمفهوم المجاز أو أقسام المجاز بصفة عامة، قلنا المجاز اللغوي والمجاز العقلي. نعود الآن إلى المجاز اللغوي. قلنا المجاز اللغوي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الحقيقة، وأنواعه الاستعارة والمجاز المرسل. ولكن ما هو الفرق بينهما؟ كلاهما يقع في اللفظ، أي أن الاستعارة والمجاز المرسل هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الحقيقة. الفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل يكمن في العلاقة، العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في كل من الاستعارة والمجاز المرسل. مثال ذلك قولنا: رأيت بحرا يتصدق على الفقراء، وكذلك رعت الماشية الغيثة. بالنسبة للمثال الأول، رأيت بحرا يتصدق على الفقراء، إذن هنا الكلام مجازي، وهذا الكلام المجازي وقع في اللفظ، أي وقع في كلمة بحرا. إذن بحرا استعملت في غير ما وضعت له في الحقيقة. القرينة الدالة على أن كلمة بحرا تدل على المجاز هو كلمة يتصدق، لأن البحر لا يتصدق. القرينة الدالة على ذلك هي يتصدق. وهنا المعنى الحقيقي هو رأيت رجلا يتصدق، أو رأيت رجلا كالبحر يتصدق على الفقراء. إذن العلاقة هنا بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في هذه العبارة هي علاقة المشابهة، وعلاقة المشابهة تكون في الاستعارة. إذن الاستعارة تبنى على علاقة المشابهة، ففي هذا المثال لدينا استعارة، رأيت بحرا يتصدق على الفقراء هي استعارة تصريحية، والعلاقة هنا هي علاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أما في عبارة رعت الماشية الغيث، الغيث بمعنى المطر، إذن الماشية لا ترعى الغيث، وبذلك فإن هذه الكلمة، كلمة الغيث، جاءت في غير ما وضعت له في الحقيقة، وهنا كلمة. إذن قلنا المجاز اللغوي يقع في اللفظ، وبذلك فكلمة الغيث هي كلمة جاءت في غير ما وضعت له في الحقيقة. الدليل على ذلك أو القرينة الدالة على ذلك هي كلمة رعت، إذن الماشية لا ترعى الغيث، إذن رعت هي القرينة الدالة على أن هذا الكلام جاء على المجاز، وأن كلمة الغيث ليست فيما تستعمل له في الحقيقة، أي هنا استعملت استعمالا مجازيا. أما الكلام الحقيقي فهو رعت الماشية النبات، إذن الماشية ترعى النبات وليس الغيث. أما العلاقة بين الكلام المجازي والكلام الحقيقي، أو بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هنا، فهي غير المشابهة، فلا نستطيع أن نقول رعت الماشية الغيث كالنبات، إذن هنا لا يوجد مشابهة، لذلك فالعلاقة هي غير المشابهة، وهذه الصورة هي مجاز مرسل. إذن هذا هو الفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل، هي في العلاقة، فالعلاقة في الاستعارة هي دائما المشابهة، أما العلاقة في المجاز المرسل فهي غير المشابهة، وإنما علاقات أخرى سنتعرف عليها فيما بعد. وبذلك نقول أن المجاز المرسل هو لفظ استعمل في غير موضعه الأصلي لعلاقة هي غير المشابهة، مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي كما رأينا في المثال. إذن وجدنا أن لفظ الغيث استعمل في غير موضعه الأصلي، العلاقة هي غير المشابهة، عندما قارنا بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي وجدنا أن العلاقة هي غير المشابهة مع قرينة، القرينة هنا هي الدليل على أن الكلام مجازي، وهي كلمة رعت، رعت هي القرينة التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي أو المعنى الأصلي. إذن هذا هو مفهوم المجاز المرسل، وكما قلنا المجاز اللغوي استعارة ومجاز مرسل. إذن يشترط في المجاز المرسل أمران: أولا العلاقة التي تكون غير المشابهة. إذن من شروط المجاز المرسل حتى أصل إلى أن هذا المجاز هو مجاز مرسل، يجب أولا أن تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي غير المشابهة.
الشرط الثاني هو القرينة، القرينة التي تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي كما رأينا منذ قليل، وتكون إما لفظية بمعنى أنها ملفوظة نجدها في الكلام، أو حالية بمعنى غير ملفوظة ولكن تفهم من سياق الكلام. إذن هذا بالنسبة لشروط المجاز المرسل. الآن نتعرف على علاقات المجاز المرسل. قلنا أن المجاز المرسل ليس له علاقة واحدة مثل الاستعارة، هناك علاقة واحدة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهي علاقة المشابهة، في حين أن المجاز المرسل العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي غير المشابهة، وبذلك فهو يبنى على علاقات كثيرة، وهذه العلاقات سنتعرف عليها من خلال الأمثلة. إذا نبدأ بأول علاقة من علاقات المجاز المرسل. قال الشاعر: أقطف الغيث فتحيا أمنياتي، والسماء تمطر رزقا عما شعبه. إذن في هذا المثال يوجد كلام مجازي في قول الشاعر أقطف الغيث. إذن الغيث لا يقطف، الغيث هو المطر، والغيث لا يقطف. إذن الغيث كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي، إذن هنا وقع في اللفظ، والقرينة الدالة على ذلك هي كلمة أقطف. إذن أقطف الغيث كلام مجازي، إذن المعنى المجازي أقطف الغيث، أما المعنى الحقيقي أقطف الثمرة. إذن هنا المعنى الحقيقي أنني أقطف الثمرة وليس الغيث، وبذلك نلاحظ أن كلمة الغيث استعملت في غير ما وضعت له في الحقيقة. الآن نبحث عن العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وهنا ننطلق من المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي ثم نبحث عن العلاقة. العلاقة بين أقطف الغيث وأقطف الثمرة، أي بين كلمتي الغيث والثمرة، هي العلاقة السببية، فالغيث سبب في نمو الثمر، وبذلك فالعلاقة هنا هي السببية، وهي أن نطلق السبب ونريد منه المسبب. إذا نحن أطلقنا السبب وهو الغيث أي المطر، ونريد من خلال ذلك أن نبين المسبب أي النتيجة، فالغيث سبب في نتيجة معينة وهي الثمار، وبذلك فالعلاقة هنا هي العلاقة السببية، وهذه أولى علاقات المجاز المرسل. الآن ما سر بلاغة هذه الصورة؟ أقطف الغيث، إذن سر بلاغتها توضيح المعنى. أقطف الغيث دليل على كثرة الخيرات والثمار، أي أن الغيث كان بكثرة، وبذلك فهذا الغيث الكثير نتيجته كثرة الخيرات والثمار، نتيجة الغيث المتساقط. كذلك بدلا من أن أقول أقطف الثمر الذي نما وتكاثر بسبب الغيث، فهنا الكلام فيه إطالة، وبذلك عندما أقول أقطف الغيث فأنا أوجزت في الكلام، فالتعبير المجازي من مقاصده الإيجاز في الكلام والخفة، فهنا أقطف الغيث فيه خفة وإيجاز، بدلا من أن أقول أقطف الثمر الذي تكاثر ونمى بسبب تساقط الغيث، إذن هنا الكلام فيه إطالة، أما بالمجاز ففيه خفة وإيجاز. إذن هذا بالنسبة للعلاقة الأولى من علاقات المجاز المرسل. ننتقل إلى العلاقة الثانية ونبقى مع نفس المثال. قال الشاعر: أقطف الغيث فتحيا أمنياتي، والسماء تمطر رزقا عما شعبه. إذا نلاحظ أن هذا البيت فيه أيضا مجاز آخر في الشطر الثاني في قوله تمطر رزقا. إذا السماء تمطر رزقا، السماء لا تمطر رزقا، إذا التعبير المجازي في قوله تمطر رزقا، أما الكلام الحقيقي فالسماء تمطر غيثا. فهنا نلاحظ أن الشاعر استعمل كلمة رزق بدل كلمة غيث الحقيقية، السماء تمطر غيثا وليس السماء تمطر رزقا. القرينة الدالة على ذلك هي كلمة تمطر، فالقرينة هنا لفظية وهي كلمة تمطر، كذلك في المثال السابق القرينة هي كلمة أقطف وهي قرينة لفظية بمعنى موجودة ملفوظة، فهنا القرينة لفظية تمطر، تمطر رزقا ولكن الكلام الحقيقي تمطر غيثا. العلاقة بين الرزق والغيث هي العلاقة المسببية،
المسببية بمعنى النتيجة، ولتحديد العلاقة ننطلق من المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي. بهذه الطريقة نحدد العلاقة بشكل صحيح. أما إذا انطلقنا بطريقة عكسية فهنا لن نحدد العلاقة بطريقة صحيحة، فهنا ستختلط مع العلاقة السابقة التي ذكرناها. إذا ننطلق من المعنى المجازي المذكور ثم نبحث عن الحقيقة ونحدد العلاقة انطلاقا من المعنى المجازي. إذا الرزق نتيجة للغيث، وبذلك فالعلاقة هي المسببية. وهنا أن نطلق المسبب، أن نطلق النتيجة ونريد السبب. إذا نحن أطلقنا كلمة رزق ولكن نريد الغيث في المعنى الحقيقي. الآن ما هو سر بلاغة هذه الصورة؟ لماذا استعمل الشاعر هنا المجاز؟ ماذا يريد أن يوضح؟ إذا يريد أن يوضح المعنى هو النتائج الإيجابية وكثرة الرزق. إذن عندما قال تمطر رزقا فهنا إشارة إلى كثرة هذا الرزق. إذن كثرة الرزق نتيجة لكثرة الغيث المتساقط. وكذلك الخفة والإيجاز، بدلا من أن يقول الشاعر وتمطر السماء غيثا فينتج عنه أرزاق كثيرة، إذن هنا الكلام فيه إطالة، وبذلك استعمال المجاز فيه خفة وإيجاز. كذلك المبالغة، تمطر رزقا الكلام فيه بعض المبالغة، وهذه المبالغة هي لتوضيح المعنى. إذن هذا بالنسبة للعلاقة الثانية من علاقات المجاز المرسل، وهي العلاقة المسببية أي النتيجة. نأتي الآن للتعرف على العلاقة الثالثة من علاقات المجاز المرسل. مثال: كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون. إذن الكلام المجازي يظهر في قولنا وأرسلنا العيون. إذن العيون لا ترسل. المعنى الحقيقي هو أرسلنا الجواسيس. إذن كلمة العيون استعملت في غير معناها الحقيقي. إذن هنا يظهر اللفظ الذي استعمل استعمالا مجازيا. القرينة الدالة على ذلك الاستعمال المجازي هي أرسلنا، وهنا القرينة لفظية. وبذلك فكلمة العيون كما قلنا استعملت استعمالا مجازيا. أما الحقيقي فهو الجواسيس، إذن أرسلنا الجواسيس. الآن ما العلاقة بين العيون والجواسيس؟ إذن العين هي جزء من الجاسوس. إذن العين جزء من الجاسوس. وبذلك فالعلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هي الجزء جزئية. إذا ننطلق من المعنى المجازي أرسلنا العيون إلى المعنى الحقيقي، إذا العيون جزء من الجواسيس، وبذلك فالعلاقة هي الجزئية، وهي أن نطلق الجزء ونريد الكل. إذا هنا أطلقنا الجزء ولكن نريد الكل، أطلقنا العيون ونريد الجواسيس، فنطلق الجزء ونريد الكل. ما سر بلاغتها أو غرضها البلاغي؟ فهو توضيح المعنى، والمعنى المراد توضيحه في هذا المثال هو القدرة الكبيرة على تقفي أثر العدو. إذن هؤلاء الجواسيس يستطيعون تقفي أثر العدو. والعين لها شأن كبير فيه. إذن هؤلاء الجواسيس يستعينون بعيونهم في تقفي أثر العدو. لذلك هنا اختصرنا الأمر وقلنا أرسلنا العيون لنبين أن للعين هذه القدرة الكبيرة على تقفي أثر العدو. نبين أن هؤلاء الجواسيس لهم قدرة كبيرة على التجسس، بالإضافة إلى الخفة والإيجاز في الكلام. بدلا من أن نقول أرسلنا الجواسيس لهم قدرة كبيرة على التجسس، فنختصر الكلام ونقول أرسلنا العيون. إذن الكلام فيه خفة وإيجاز، وهي من مقاصد البلاغة. إذن مقصد من مقاصد البلاغة والصور البيانية هو الإيجاز في الكلام، بالإضافة إلى المبالغة، وهنا المبالغة من أجل توضيح المعنى. ننتقل إلى العلاقة الموالية من علاقات المجاز المرسل. قال تعالى: على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. إذن هنا لدينا كلام مجازي أو معنى مجازي في قوله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم، واللفظة التي استعملت في غير ما وضعت له في الحقيقة
الأصدقاء هي أصابعهم. إذن هذه الكلمة استعملت استعمالا مجازيا، وبذلك وقع المجاز في اللفظ. أما القرينة الدالة على ذلك فهي جعلوا وكذلك آذانهم. إذن الأصابع لا تجعل كلها داخل الأذن، وبذلك فهذا الكلام كلام مجازي. أما المعنى الحقيقي فهو جعلوا أناملهم في آذانهم. الأنامل هي أطراف الأصابع، إذن جعلوا أناملهم في آذانهم، هذا هو المعنى الحقيقي. إذن قلنا أصابع والحقيقة أنامل. العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، أي بين أصابع وأنامل، هي العلاقة الكلية، لأن الأصابع تشكل الكل في حين أن المقصود هو الجزء. لتحديد هذه العلاقة كما قلنا ننطلق من المجاز إلى الحقيقة، إذن من الأصابع إلى الأنامل. إذن الأصابع هي المذكورة وهي الكل، فنحدد بما هو مذكور. إذن ذكر الكل والمقصود الجزء، إذن العلاقة كلية. العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هي الكلية، وهي أن نطلق الكل ونريد منه الجزء. إذن أطلقنا الكل وهي الأصابع، ونريد الجزء وهو الأنامل أو وهي الأنامل. أما سر بلاغة هذه الصورة البيانية فهي توضيح المعنى. إذن كما قال سيدنا نوح عليه السلام: إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. هذا دليل على الإنكار والكفر الشديد بدعوة نوح عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يوضح هذا المعنى، وهو الإنكار الشديد والكفر بدعوة نوح عليه السلام، فقال: جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي يحاولون أن يدخلوا كل الأصابع في الآذان من شدة إنكارهم لدعوة نوح عليه السلام. أيضا الكلام فيه خفة وإيجاز. إذن بدلا من أن نطيل في الكلام نستعمله بطريقة موجزة توصل المعنى. فالإيجاز كما قلنا مقصد من مقاصد البلاغة، ومقصد من مقاصد استعمال الصور البيانية. أيضا المبالغة في الكلام، إذا جعلوا أصابعهم في آذانهم، الكلام فيه مبالغة شديدة، وهذه المبالغة هي لتوضيح المعنى، توضيح شدة الإنكار والكفر. إذا هذا بالنسبة للعلاقة الكلية، وهي عكس العلاقة الجزئية. ننتقل إلى علاقة أخرى. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. إذن هنا يوجد كلام مجازي أو معنى مجازي، ويظهر في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. والكلمة التي في غير موضعها الحقيقي هي كلمة اليتامى. أما القرينة الدالة على أن الكلام جاء على المجاز فهي كلمة آتوا وكذلك أموالهم. إذن هنا المعنى الحقيقي هو آتوا الراشدين أموالهم، لأن اليتيم لا يعطى ماله في البداية إلى غاية أن يصل إلى سن الرشد، فعندما يصل إلى الرشد يرجع إليه ماله. فهنا المقصود الراشدين، ولكن الله سبحانه وتعالى استعمل كلمة اليتامى. والعالم العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هي اعتبار ما كان. إذن هؤلاء الأشخاص كانوا يتامى وأصبحوا راشدين. إذن اليتامى هنا باعتبار ما كان، وهي أن نسمي الشيء بالاسم الذي كان يحمله في الماضي. إذن هم كانوا يتامى، الآن أصبحوا راشدين وسترجع إليهم أموالهم. إذن هذا بالنسبة للعلاقة، وهي اعتبار ما كان. أما سر بلاغة فهو توضيح المعنى، وهنا يريد الله سبحانه وتعالى أن يوضح الحالة التي كان عليها هؤلاء الأشخاص وهي اليتم. وهنا الإيجاز كذلك في الكلام، فبدلا من أن نقول أعيدوا للراشدين الذين كانوا يتامى أموالهم، فهنا الكلام فيه إطالة. وبذلك قوله تعالى آتوا اليتامى أموالهم، فهنا خفة وإيجاز، ويتضح من خلال الكلام أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتامى وأصبحوا الآن راشدين، لذلك سترجع إليهم أموالهم. إذن اعتبار ما كان هي أن نسمي الشيء بالاسم الذي يحمله في الماضي. إذن قلنا سر بلاغة هذه الصورة هو توضيح المعنى، وهو حالة اليتم التي كان عليها هؤلاء، بالإضافة إلى الخفة والإيجاز، وأيضا المبالغة لتوضيح المعنى.
ننتقل إلى علاقة أخرى من علاقات المجاز المرسل. قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. إذن المعنى المجازي وارد في قوله تعالى يلد فاجرا كفارا. القرينة هي يلد، إذن والكلمة التي جاءت في غير ما وضعت له في الحقيقة هي فاجرا وكذلك كفارة. المعنى الحقيقي أنهم سيلدون أطفالا، الذي يولد طفل، إذن يلد أطفالا يصبحون فجارا كفارا. إذن هذا هو المعنى الحقيقي، لكن الله سبحانه وتعالى قال يلد فاجرا لا يلد إلا فاجرا كفارا. إذن يلد كما قلنا القرينة فاجرا كفارا، الألفاظ التي في غير ما وضعت له في الحقيقة. المعنى الحقيقي يلد أطفالا يصبحون فجارا. إذن ما العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي؟ إذن ننطلق من المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي. العلاقة بينهما هي اعتبار ما سيكون، أي أن هؤلاء الأطفال سيكونون في المستقبل فجارا، وبذلك فالعلاقة هي اعتبار ما سيكون، وهي أن نسمي الشيء بالاسم الذي سيؤول إليه في المستقبل. فالله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء الأشخاص بما سيكونون عليه في المستقبل. أما سر بلاغة هذه الصورة فهنا أيضا هو توضيح المعنى، وهذا هذا دليل على الإنكار والكفر الشديد بدعوة نوح عليه السلام، لأن هذا الكلام على لسان سيدنا نوح عليه السلام. قال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا وكفارا، أي أنهم قوم شديدو الإنكار والكفر، حتى أبناؤهم الذين سيولدون سيصبحون مثلهم كفارا فجارا. وهذا دليل على شدة الإنكار والكفر بدعوة نوح عليه السلام. كذلك الكلام فيه خفة وإيجاز، بدلا من استعمال الكلام بشكل أو الإطالة في الكلام، إذا نستعمل الكلام بخفة وإيجاز، أيضا فيه بعض المبالغة لتوضيح المعنى. ننتقل إلى علاقة أخرى من علاقات المجاز المرسل. قال تعالى فليدعو ناديه سندعو الزبانية. إذا هنا يوجد كلام مجازي، وهو في قوله تعالى فليدعو ناديه. ناديه كلمة في غير ما وضعت له في الحقيقة. قرينة الدالة على ذلك فليدعو، إذن النادي هو المكان، فهل يدعى المكان؟ إذن لا ننادي المكان، وبذلك هنا الكلام على المجاز وليس على الحقيقة. أما المعنى الحقيقي أو الكلام الحقيقي فهو فليدعو عشيرته ونصرائه، أن يدعو الأشخاص الذين سينصرونه. وهنا نلاحظ أن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المحلية، المحلية بمعنى المكان، فأطلق فيه المحل وأريد الحال به. إذن نطلق المكان أو المحل ونريد من في ذلك المكان. إذن هنا الله سبحانه وتعالى قال يدعو ناديه، وهنا المكان المقصود من ينصرونه في ذلك الموقف، فقال ناديه أي هنا دليل الكثرة، فليدعو كل من كانوا ينصرونه في ذلك المكان. أما سر بلاغتها فهو توضيح المعنى، فالله سبحانه وتعالى في هذا المثال يسخر ويستخف بالكفار الذين أنكروا دعوة الأنبياء. كذلك الكلام فيه خفة وإيجاز بالإضافة إلى المبالغة لتوضيح المعنى. إذن العلاقة المحلية نطلق المكان، ولكن نريد من يحل في ذلك المكان، نريد الأشخاص الذين في ذلك المكان. ننتقل إلى العلاقة الموالية. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. إذا نلاحظ كذلك في هذا المثال معنى مجازي، وهو في قوله تعالى نعيم. إذا هنا كلمة نعيم استعملت في غير ما وضعت له في الحقيقة. أما القرينة الدالة على ذلك في هذا المثال فهي حالية، أي تفهم من سياق الكلام، أي أن هذه الآية تدل على أن الكلام مجازي وليس حقيقي. بالنسبة لي المعنى الحقيقي هي الجنة، إذن إن الأبرار لفي الجنة، إذن في تدل على المكان، إذن هنا دليل على أنهم في الجنة. العلاقة بين النعيم والجنة هي علاقة الحالية، إذن حال هؤلاء في الجنة أنهم يعيشون في نعيم،
النعيم هو حال المؤمنين في الجنة أو حال الأبرار في الجنة، وبذلك فالعلاقة هي الحالية، والحالية عندما أطلق الحال وأريد المحل. إذن هنا أطلقت الحال وهي النعيم وأردنا المكان أي المحل وهو الجنة. أما سر بلاغتها فهو توضيح المعنى، فعندما قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم يريد أن يوضح شدة النعيم في الجنة، بالإضافة إلى الخفة والإيجاز في الكلام، فنتجنب الإطالة في الكلام الحقيقي، ولذلك نأتي بالكلام المجازي الذي فيه خفة وإيجاز، بالإضافة إلى المبالغة لتوضيح المعنى. إذن الكلام فيه مبالغة من أجل توضيح المعنى وهو شدة النعيم. العلاقة الموالية من علاقات المجاز المرسل، إذن قال تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إذن هنا أيضا يوجد كلام مجازي وهو في قوله لسانا، اجعل لي لسان صدق في الآخرين. أما القرينة فهي حالية، إذن حال الكلام يدل على أن هناك مجاز. إذن لسان لفظ في غير ما وضع له في الحقيقة، أما المعنى الحقيقي فهو لغة أو الكلام. إذن اجعل لي لغة، اجعل لي كلام، لكن استعملنا كلمة لسان، وهنا يوجد علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي وهي الآلية. إذن اللسان آلة اللغة والكلام، وبذلك نسمي الشيء باسم الآلة التي يؤدى بها، فتسمى العلاقة الآلية. أما سر بلاغة الصورة هنا هو تجسيد المعنوي اللغة، إذن اللغة أمر معنوي وتم تجسيده في صورة المحسوس، اللسان محسوس، إذن تجسيد المعنوي اللغة في صورة المحسوس اللسان لتوضيح هذا المعنى، بالإضافة إلى الإيجاز والخفة والمبالغة في الكلام لتوضيح المعنى. إذن هذا بالنسبة لأهم علاقات المجاز المرسل والتي نجملها في هذا الملخص. إذن علاقات المجاز المرسل السببية، وهي أن نطلق السبب ونريد منه المسبب أي النتيجة. المسببية وهي أن نطلق المسبب ونريد منه السبب أي نطلق النتيجة ونريد السبب، وهي عكس العلاقة السببية. العلاقة الكلية وهي أن نطلق الكل ونريد منه الجزء، والعلاقة الجزئية وهي أن نطلق الجزء ونريد منه الكل. إذن الجزئية والكلية أو الجزئية هي عكس الكلية. العلاقة الموالية اعتبار ما كان، وهي أن نسمي الشيء بالاسم الذي كان يحمله في الماضي. اعتبار ما سيكون، وهي أن نسمي الشيء بالاسم الذي سيؤول إليه في المستقبل، وبذلك فاعتبار ما سيكون هي عكس اعتبار ما كان. العلاقة المحلية بمعنى المكان، وهي أن أطلق فيه المحل وأريد الحال به، إذن يطلق المكان ويراد أهله. الحالية وهي أن يطلق الحال ويراد المحل، إذن الحالية هي عكس المحلية. والعلاقة الأخيرة هي الآلية، نسمي الشيء باسم الآلة التي يؤدى بها. إذن هذه علاقات المجاز أو أشهر علاقات المجاز المرسل. أما بالنسبة لسر جمال أو بلاغة المجاز المرسل فكما رأينا، أولا الخفة والإيجاز وهي مقصد من مقاصد البلاغة، وذلك حين نعبر عن المعنى بإيجاز، مثل قولنا وأرسلنا العيون، إذن الكلام هنا موجز. كذلك التجسيم أو التجسيد، وذلك حين نجعل المعنوي محسوسا كما رأينا في مثال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. كذلك التوضيح أي توضيح المعنى المراد إيصاله من خلال المجاز، مثل قولنا إن الأبرار لفي نعيم أي توضيح شدة النعيم. كذلك المبالغة أي التعبير بطريقة مبالغ فيها لتوضيح المعنى، مثل قولنا وأرسلنا العيون، إذن هنا يوجد مبالغة في الكلام ولكن من أجل توضيح المعنى. إذن هذا بالنسبة لأهم علاقات المجاز المرسل وكذلك سر بلاغة هذه الصورة البيانية. أتمنى للجميع الاستفادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.